يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة اليوم مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة، وحلقة دسمة جدا جدا تحديدا في الجانب الإخباري، سواء على الصعيد المحلي، الصعيد العالمي، وبالتحديد كمان آخر الأخبار اللي بتخص نادينا الحبيب النادي الأهلي، خصوصا في الفترة الهامة جدا جدا الحالية. وهنفضل طبعا متابعين مع حضراتكم كل الجديد وكل التطورات اللي بتهم النادي الأهلي تحديدا. كمان عندنا أخبار عن منتخبنا الوطني اللي بنتمنى له كل التوفيق في مباراة الغد أمام فريق توجو أو منتخب توجو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، وعندنا أيضا أمور بتتعلق بالمنتخب الوطني هنتكلم عليها. كالعادة أكيد بيهمنا قوي تواصل حضراتكم معنا، وده من خلال سؤال حلقة اليوم، وسؤال بيتعلق بتوقعاتكم للتشكيل اللي هيبتدي بيه كابتن حسام البدري مدير الفني للمنتخب في مباراة الغد أمام منتخب توجو. هنشوف تفاعل حضراتكم من خلال تواصلكم معنا على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام في الجزء الأخير من حلقة اليوم. دايما البداية بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي: تطور إيجابي في إصابة محمد هاني. الترند المحلي: اتحاد الكرة يعلم مواعيد المباريات المتبقية لكأس مصر. أما في الترند العالمي: ماسكرانو يعلن اعتزاله كرة القدم. طيب، يعني امور كتير جدا مهمه على مختلف الاصعده، بالتحديد عايز ابتدي مع حضراتكم باهم مباريات اليوم تحديدا في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه في الكاميرون باذن الله تعالى. والنهارده في عدد من المباريات، منهم اتلعب ومنهم هيتلعب بعد ساعه من دلوقتي، فخليني اقول لحضراتكم ابرز النتائج وابرز هذه المباريات. نبتدي بسواتني والكونغو، التعادل 0-0، دي انتهت نتيجه المباراه بهذه النتيجه. ملاوي مع بوركينا فاسو ايضا تعادل سلبي. سواتومي مع جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا قدرت إن هي تفوز بنتيجة 4-2. جنوب السودان قدروا إن هم يفوزوا بنتيجة 1-0 على أوغندا. الجزائر كانت مباراة قوية جدا مع زيمبابوي في زيمبابوي، مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ورياض محرز في الحقيقة أحرز هدف من الأهداف الممتعة اللي انت مهما قعدت تتفرج عليها طول اليوم مش هتزهق، يعني جاب جون حلو قوي وكان فيه جانب مهاري اكثر من رائع، وهو لعيب من اللعيبه المميزه في الحقيقه. الساعه 6 في 3 مباريات هتتلعب: جامبيا مع الجابون، وموزمبيق مع الكاميرون، وبوتسوانا مع زامبيا، ودي المباريات الخاصه بالتصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه النهارده باذن الله. وبكره ان شاء الله منتخبنا الوطني هيلعب الساعه 6 مع توجو في توجو، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. طيب، هروح لفاصل سريع، بعديه بقى نرجع نتكلم في أهم الأمور والأحداث اللي بتخص الكرة المصرية. استنونا.